شارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في فعاليات الدورة الثانية لإقامة تمويل تنمية البنية التحتية في القارة الإفريقية. مشاركة رئيس الوزراء في الفعاليات في العاصمة السنغالية دكار جاءت نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الطاقة الشمسية هي محطة بنبان في أسوان، وهي شراكة بين القطاع العام والخاص. وإذا أردت أن تجتذب الاستثمار فبالطبع يجب عليك أن تأخذ في الاعتبار تطوير المجالات الصناعية في المحافظات والمدن المختلفة، وهذا هو هدفنا الآن، هو تطوير الصناعة. ولقد تمكنا كذلك من إعادة بناء الموانئ المصرية والمطارات المصرية بحيث تحقق الكفاءة في مجال الطيران المدني وتيسر كذلك عملية الاستثمار. وفي الاتصالات نحن لدينا الآن نظام وشبكة متطورة للغاية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونحن نعمل كذلك في مجال الغاز الطبيعي الذي مكن مصر الآن من تصدير الغاز الطبيعي إلى كثير من الدول الأخرى في أفريقيا وكذلك دول البحر المتوسط. وكما ذكرت في كلمتي الافتتاحية، نحن بذلك ندعو القطاع الخاص لكي يأتي ويقوم بالمزيد من الاستثمارات. القطاع الخاص لن يتمكن من الاستثمار دون توافر البنية التحتية، لذا نحن نقوم بتوفير البنية التحتية حتى نتمكن من اجتذاب الاستثمار. ولذلك مصر تركز في الفترة الأخيرة على هذه الخطوات، وفي بعض الأحيان هذه البنية التحتية بالطبع هي ما نتعاون عليه مع القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص في بعض الأحيان يكون مترددا في الدخول في مجال تطوير البنية التحتية، لذا عادة تنمية البنية التحتية تكون مسؤولية الدولة، هي التي تستطيع أن تقدم مثل هذا التمويل للبنية التحتية وتنفق كل هذه المبالغ الكبيرة لتقديم هذه البنية التحتية. وبعد ذلك يأتي الدور الرئيسي للقطاع الخاص، وهو إدارة وتشغيل والتوسع في تلك البنية التحتية. وبالطبع هذا يجب أن يحدث كذلك بناء على شفافية مجموعة من القوانين والقواعد واللوائح. ولذلك نحن ركزنا كثيرا على تيسير عملية اجتذاب المزيد من القطاع الخاص لكي يأتي ويشارك. أحد الخطوات الهامة التي قمنا باتخاذها والتي لم تقم بها الكثير من الدول الأخرى هي أن مصر قد أصدرت وثيقة مهمة مؤخرا، والتي نطلق عليها وثيقة ملكية الدولة، والتي تمثل خارطة طريق توضح المجالات والقطاعات التي يمكن أن يدخل فيها القطاع الخاص ويلعب دورا أساسيا. لذا الشراكة مع القطاع الخاص محورية لأفريقيا. وهنا أنا سوف أوضح بعض النقاط الرئيسية. إذا كنا نتحدث عن النفاذ إلى التمويل، فإنني أتحدث هنا مع الشركاء الدوليين وشركاء التنمية. مصر وأفريقيا كان ينظر إليهما دائما، وسأقولها بهذه الطريقة، على أنها الموقع الذهبي لاستغلال الموارد الطبيعية والمعادن. وهذه الرؤية يجب أن تتغير الآن، لأننا إذا كنا نتحدث عن القارة الآن
والتي يسكن بها تقريبا 1.5 مليون من السكان الآن أصبحت أكبر القارات في الموارد البشرية وكذلك الموارد الطبيعية. لذلك علينا أن نقوم بإعادة مراجعة هذه الرؤية ومساعدة البنية التحتية في تلك الدول، لأنك عندئذ سوف تستفيد بشكل أكبر من الموارد الطبيعية في المستقبل. وهذا يعني أن عليك أن تقدم هذه الرعاية وكذلك القروض طويلة المدى والوصول إلى التمويل لكل الدول الأفريقية. وإذا كانت الدول الأفريقية تريد الحصول على التمويل، فبالطبع عندئذ سعر الفائدة سوف يكون مرتفع للغاية، وهذا لم يمكنها وسوف يجعلها تتكبد الكثير من الديون. لذلك المؤسسات المالية الدولية التي تقدم التمويل يجب عليها أن تساعد الدول في بناء البنية التحتية على المدى المتوسط والمدى الطويل وليس المدى القصير. الرسالة الثالثة التي نود أن نقدمها لكل الدول الأفريقية، أعتقد أن الوقت قد حان الآن كما ذكر الرئيس مانسي، أن نبني هذه الشراكة والتكامل بين القطاع الخاص في دولنا الأفريقية، فهم لديهم القدرات والإمكانات، الموارد البشرية، حتى التمويل، لكي يشكلوا تحالف يستطيع أن يبني البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكل ذلك يستطيع القطاع الخاص أن يقوم به وحده، وهذا مهم للغاية. ولذلك علينا أن نحصل على الإرادة السياسية حتى نتمكن من توقيع الاتفاقات في هذه المجالات المختلفة لتكوين تلك الشراكات بين الدول الأفريقية ونتمكن من الاستفادة من هذا. شكرا لكم. شكرا لك رئيس الوزراء المصري، والتأكيد على أهمية أن يكون هناك تحالف كما ذكر الرئيس ماكي سالا من قبل. Prime Minister.